بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى فضيلة الإمام طلب مني أن أتحدث أمامكم وفي خاطري وفي قلبي اذا حضر الماء بطل التيمم واقول لا كما يقول بعض الناس لا عطر بعد عروس اقول لا عطر قبل وبعد عروس ولكن شرف الحديث بحضور فضيلة الإمام يغريني. فسأتحدث، لا أتحدث عن القيم الإسلامية حول الوسطية. سأتحدث مختصرا عن القيم الإسلامية والقيم الوسطية التي يطبقها الشعب الاندونيسي اول شيء من مظاهر الوسطيه في اندونيسيا هو شكل الدوله الدوله لا هي علمانيه ولا هي دينيه دوله اندونيسيا دوله المبادئ الخمسه اول تلك المبادئ هو التوحيد التوحيد هو الموجه لجميع الانشطه بل لجميع الحركات سواء اكانت حكوميه ام اهليه الشيء الثاني اندونيسيا تتكون من الاف الجزر لنا في اندونيسيا سبعمائه وخمسه عشر خمسه عشر لغه محليه ولكننا بالوحده عندنا لغه واحده lisanan wa lisanan Wafikran fikran nutran wa mantikan indama kuwinat atau indam indetimai il alwataniin wal muslimin fi kitabat mi al watani hunaka sab'u kalimat مكتوب عليها مكتوب على الميثاق التوحيد مع وجوب مع وجوب العمل على الشريعه الاسلاميه بالنسبه للمسلمين هذه الفقره بعض غير المسلمين لا يرحبون به ولكننا نحن المسلمين زعماء المسلمين حينئذ رضوا ان يحذفوا هذه الفقره من اجل وحده الشعب الاندونيسي لعلهم افتكروا حينئذ ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمحوه عند di 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 ma'had di Indonesia, masal ya kuno syari daulah. Nahnu jama'ah muhtalifun walakin nan bineka tunggal ika. Pemahm pemahm يجب دائما ان نتجه الى الوحده والوحده المذكوره هو التوحيد فالتوحيد هي نقطه الانطلاق وفي نفس الوقت هي النقطه التي نرجو ان نصل اليها التوحيد الذي نفهمه انه اختصار لما نقوله عند الصلاه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الشيء الثالث الذي أحب أن أقوله الوسطية يحتاج إلى علم. يجب أن نفرق بين ثلاث أشياء الدين وعلم الدين والتدين. الدين قد اكتمل بنزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم اما علوم الدين فهي مستمرة تتطور وما إلى ذلك بل قد نختلف الآن مع بعض علمائنا السابقين على الرغم من أننا نحترمهم ونحافظ على التراث والثالث التدين كم من أناس عالمون متعلمون ولكن ربما تدينهم غير واضح والعكس صحيح التدين يحتاج الى علم واذا كنتم تريدون العلم فقبلتنا على الاقل نحن في الازهر على الاقل على الاقل نحن في اندونيسيا على الاقل نحن في الشرق قبلتنا هو الازهر لا نتجه إلى غير الأزهر يا مولانا فمرحبا بفضيلة الإمام نرجو أن نستمع إلى فضيلة الإمام مش نستمع وبس بل نتبع ونقتدي بكل ما يوجهه إلينا أخيرا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته